السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ نتمنىكم يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو ديالي كنشكركم بزاف 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 على التعاليق ديالكم وعلى اللايكات وعلى الاشتراك اللي تزادوني في القناه. بزاف الناس دخلوا جداد عندي، تنرحب بكم وكنقول لكم مرحبا مرحبا والف مرحبا بالناس القدام والناس الجداد اللي تزادوا، وكنشكركم بزاف وتنتمنى منكم تدعمونا وتبارطاجيو الفيديوهات ديالنا. وهادشي اللي سنقول لكم، شكرا لكم بزاف. كما كتشوفوا في الصوره البنات، انا جيت ندير معكم سلو او سفوف، كل واحد شنو تيقول لهم. انا راني دايره السلو ديالي في القناه، ودابا درتو بشكل مغاير وصحي، وهانتوما كما كتشوفوا غادي تشوفوني المقادير ديالهم اللي درت فيه، كيجي رائع جدا وجا لذيذ 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 بزاف. هادشي اللي كاين، وبقاو معايا تتشوفوا المقادير والطريقه ان شاء الله اللي درت. المهم البنات، هنايا عندي انايا طحين الزراح، كلشي كيعرف انا حمرته هنايا فوق في هاد الطنجره هادي، ومن الاحسن ديروا هذاك الطراب اليدوي، ما تيخلي لكمش نهائيا الحبيبات نهائيا. هنايا عندي واحد 250 غرام ديال الشوفان، حتى هو حمرته وطحنته مزيان كما كتشوفوا. المهم درت كيلو ديال طحين الزرع في النخاله ديالو، ودرت 250 غرام ديال الشوفان حتى هو حمرته وطحنته. هنايا درت سميتو النافع وحبة حلاوة، واحد جوج معالق كبار كل 50 غرام، وهنايا القرفة حتى هي واحد 50 غرام، وهنايا مسكة الحرة بقيتها مع شوية ديال السكر كلاصي. وعندي هنايا أنا درت فيه كوبيل، تيجي غزال حتى هو، تيجي زوين بزاف المذاق ديالو، كيعطي واحد المذاق زوين. المهم غنحركو هاد المسائل كاملة كما كتشوفوا. انا ما بغيتش ندير لكم المراحل كلها كيفاش كنحمر وكيفاش هذا، ديك الشيء راه اي واحد في البيت ديالو كيعرف يصوب هاد الشيء. وهنايا عندي درت نص كيلو ديال الزنجلان، طحنته مزيان وخديت منه واحد زلافة، وهنايا عندي خليته صحيحة، وهنايا عندي اللوز حتى هو درت نص كيلو. هادشي اللي درت وطحنته حمرته في الفران. شنو قلت لكم، انا ما قليت حتى شي حاجة، كلشي درته في الفران، حمرته في الفران، ومن يتحمر لي جبته وهرمشته، خليته طريفات ماشي ضاقته بزاف. المهم انا خليته مهرمش، كيعجبني ملي كتاكلو كتاكل تحسي بديك اللوز وديك الشيء. المهم البنات كتخلط هذا الشيء مزيان النواشف، وكدي واحد فرته د الملحه، راني ما قلتها لكمش لا بالضبط باش تقادد الحلاوه. بالنسبه للبنات قلت لكم، ملي تكونوا كتحمروا الطحين ديال الطحين، ديروا داك الطراب اليدوي اللي كنديروا به، راه رائع جدا، ما كيخليش نهائيا، ما تحركوش بالعود ديال الخشب ولا هذا، غير بهذاك ما تيخليش نهائيا ديك الكويرات، وما كيضيعلكش الطحين ملي كتكوني كتغرب ليه، ما كيضيعش نهائيا والو، تيكون صافي بان ما فيه لا كوار لا حتى شي حاجه، زعما طريقه زوينه زوينه بزاف. صافي تنحاول ندخل ديك المسائل كلها النواشف. وهنايا عندي واحد 250 غرام ديال السكر الثقيل، المهم السكر على حسب كل واحد كيبغي حلو بزاف ولا عادي، انا جاني هو هذاك، مع درت ديك زليفه صغيره ديال الكوبيل حتى هو حلو، صافي جاني هو هذاك الصراحه سي ربي. صافي كنبقى هكا حتى تنخلط كلشي مزيان. المهم
المهم البنات هنايا عندي هاد الزلافه قلت لكم اللي بقات ديال الزنجلان، حتى هو خليته هكا زليفه صحيحه محمر ومنقي وكل شيء. كنخلطو حتى هو عاوتاني معاه، المهم البنات هنايا عندي واحد 250 غرام ديال الزبده حيوانيه درتها وخليتها حتى ولات نوازيت. المهم لازم كيبقى داك تنزولو، ما كنخليوش فيها داك الحليب ديالها لتحت. المهم عندي الزيت بلديه انايا، غادي نخلطه بالزيت بلديه كما قلت لكم. هاد السلو درتو صحي، ما درت فيه حتى شي حاجه. المهم غادي نخلطو السلو ديالنا، وكل واحد كي كيبغي، كاين اللي كيبغيه ميدم بزاف وكاين اللي كيبغيه ناشف شويه. المهم كل واحد كي كيبغي يدير له. صافي كتبقاو ماشيين هكايا، ها نتوما صافي. انا وصلت للمرحله اللي بغيت لها، بغيتو على هذا الشكل هذا. صافي كما كتشوفوا انا دابا درتو في التفصيل هنايا. جا غزال اكثر من رائع في المذاق ديالو، كجا جديد بزاف بزاف. المهم اللي بغى يدير المقادير اكثر من هذا الشيء يديرها، كل واحد كيمشي على قد المسائل ديالو. صافي انا بغيت ندير له هذا الشكل هكايا، درت هاد الشرائط ديال الوراق، قطعت 4 ديال السنتيم في كل شريط، وغادي نديرو نزوقو بشويه ديال السكر كلاصي. صافي كتهزوهم شويه وعاود ترجعو عاوتاني هكايا بالعرض، وكيجيو مربعات كما كتشوفوا في الصوره. جاني هكا وزوقت الاخر بالشكل هكا باللوز، وكنتمنى يعجبكم السلو ديالي او السفوف. وين الاعجاب ديالكم، ونتمنى تجربوه في البيوت ديالكم بهذه الطريقه، هذه صحيه، ما تقليو حتى شي حاجه، كل شيء في الفران، وديروه بالزرع والمسائل، وكل واحد يدير اللي بغاو. وهذا الشيء اللي كاين، ونتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم مع فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.